السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سوائي اس 230 شعبة 1. بالأمس كان في محاضرة مسجلة، أتمنى أن الجميع يكون حضرها. عدد الحضور الآن 16 طالب. أوكي. التذكير بالشابتر 5 هي بتحكي عن الهاش فانكشن، والهاش فانكشن ويستخدم في عملية الانتجريتي تشيكينج، تأكدوا انه الرسالة الصادرة من المصدر هي نفسها اللي وصلت الى الريسيفر، وانه ما حصل عليها اي تغيير اثناء تخزينها او اثناء نقلها. فالهدف من الانتجريتي اني اضمن سلامة البيانات، والاضمن الكونسيستنسي للبيانات، اضمن الريلايبيليتي للبيانات، وبتتحقق هذه باستخدام الهاش فانكشن. طبعا هي الهاش فانكشن استخدمت لتحسين البرفورمانس، وراح يجي ذكرها الان. الهاش فانكشن هي one way. ال input للهاش فانكشن could be any size، اي حجم، ممكن يكون 1 بايت، ممكن يكون عدد كبير من البايتات، لكن الاوتبوت هو fixed length. فالاوتبوت fixed length هذا قد يكون حجمه 128 بت كما في ال MD5، او قد يكون 256 او 512 او حسب الهاش فانكشن اللي نستخدمه. فال SHA في له فيرجن بيكون 224 بت، 256 بت، 384 بت او 512 بت. فهذا المسج ديجست هذا له فيكست لينث حسب نوع الهاش فانكشن اللي نستخدمه. الان حكينا عن شروط الهاش فانكشن، انه الشرط الاول بيستقبل الانبوت اني لينث، الاوتبوت فيكست لينث، الهاش فانكشن وان واي. من السهل جدا انك تحسب الهاش فانكشن، لكن من الصعب جدا من الهاش فاليو تقدر تعرف شو هي المسج. لكن اهم شرط اللي هو اني تو ديفرنت مسجز اختلفوا مع حتى لو ببايت واحد، فالاوتبوت لازم يكون تو هاش فاليوز مختلفات. طبعا هذا من اهم الشروط للهاش فانكشن، فهذا بيعطيك بايحاء انه المسج ديجست هي ريبريزنت للمسج نفسه. اذا اي تغيير بصير على المسج لو ببايت واحد راح يختلف المسج ديجست لها. اخذنا مثال كيف نحسب التشيك سام لتكست، وهذا المثال اتمنى انكم تعملوا عليه تمارين، لانه ممكن يكون من ضمن الاسئله اللي راح تواجهوها. هذه انواع الهاش فانكشن حكينا عنهم. ثم هنا بيحكي بهذا السلايد كيف تعمل فيريفاي للهاش فانكشن. طبعا في سوفت وير مخصص هذا، يعني انت قادر انك تعمل هذا السوفت وير حتى، يعني انت ممكن تعمل ابلكيشن، هذا الابلكيشن يحسب المسج ديجست لاي فايل ويقارنه مع المسج ديجست اللي موجود في موقع هذا الفايل. اذا الفايلز في الاورجنايزيشن او خليكم في المواقع اللي تحترم نفسها، لما بتحط ايمج او بتحط فايل بتحط معها المسج ديجست لها، علشان تحكي لليوزر انه بعد ما تعمل داونلود لهذا الفايل عندك على الجهاز، قبل انك تستخدمه وتعمل انستول او تستخدمه، تأكد انه فعلا هو الفايل نفس اللي موجود عندهم على الويب سايت. فبقول لك هاي المسج ديجست، وانت اعمل مسج ديجست عندك وقارن بين الاثنين، فاذا تطابقوا معناته الفايل ما تغير اثناء عملية الترانسميشن، واذا ما تطابقوا معناته هذا الفايل مش سيف. يعني هنا بيوحي لك بالضبط
انه انا بدي اتاكد انه الفايل تغير او ما تغيرش. الان في بعض الاحيان عملية الارسال قد تؤدي الى انه يحصل عليها فبركيت او يحصل عليها تغيير. فمثلا لو فرضنا انه عندي السندر، يعني لاحظ هي بتعتمد على البروتوكول المستخدم، يعني الطريقة المستخدمة في عملية السندق للفايل او ريسينج للفايل، هاي اسمها بروتوكول، البروسيجرز المتبعة اسمها بروتوكول. فهذا البروتوكول قد يكون في اتاك، فوظيفتك كسايبر سيكيورتي سبيشاليست، سايبر سيكيورتي اكسبرت، انه تعرف البروتوكول في اتاك ولا ما فيش في اتاك. فخلينا نشوف البروتوكول التالي في عمليه الارسال. نفرض ان السندر ارسل مسج ل، خلينا نسميه بوب بده يرسل مسج لأليس. اوكي، فشو سوى؟ مرر هذا المسج على هاش فانكشن، هاي هاش فانكشن. طبعا انتوا عارفين ايش مقصودها، قد تكون اس اس اي 256، قد تكون ام دي 5، بغض النظر. فالنتيجه راح يكون في عندي مسج ديجس نتيجه هذا التمرير. اوكي، هذا المسج ديجست بدي نكتب عليه هنا، هي مسج ديجست. طيب الان شو سوى بوب؟ عمل كونكاتينيت لهذول الاثنين مع بعض وارسلهم لأليس. هاي عملنا كونكاتينيت، النتيجه راح تكون عندي انا المسج concatenated مع مسج ديجس. وتم ارسالها عبر النتورك، هاي النتورك، وبوب هيستقبلها او أليس هيستقبلها، هاي النتورك. الآن بوب شو مفروض يسوي، أو أليس عفوا شو مفروض يسوي لما يستقبل هذا المسج، واللي هي تكون بهذا الشكل اللي تم إصدارها. هي استقبلها، فاللي راح يسويه كالتالي، راح يمرر هذه المسج لحالها بدون المسج ديجست، هيمررها على هاش فانكشن لو نفس اللي استخدمه أليس. لازم يكون متفقين على نوع الهاش فانكشن اللي استخدموه، فهاي هاش فانكشن اللي راح ينتج عندي هو المسج ديجست. فاذا كان مسج ما تغيرتش بالطريق راح يطلع نفس المسج اللي تم انتاجها من قبل بوب من هذا أليس. هلا أليس قامت بانتاج المسج ديجست من التكست. شو اللي راح تسويه هلا؟ راح تقارن هذا المسج ديجست مع هذا المسج ديجست وتشوف اذا كان متطابق، معناته المسج وصلت بدون اي تغيير، واذا كان
غير متطابق فالمسج فيها خطأ. هسا هاي العملية كلياتها بنسميها بروتوكول. إذا البروتوكول هي وسيلة للتفاهم بين الطرفين، فهم بدهم يتفاهموا من حيث إنه الانتجريتي السيرفيس محققة، وإنه الداتا اللي تم إرسالها من قبل الكوب هي نفسها اللي استقبلها أليس. الطريقة اللي اتبعوها هذه يتراءى لأنه إنه بروتوكول ناجح، ما فيش فيه أي مشكلة. معي؟ إذا عرفنا شو مقصود بالبروتوكول، إذا البروتوكول هنا بقول لك أوكي عشان نقدر نحقق الانتجريتي تشيكينج، أنا شو راح أسوي؟ راح أخذ المسج أمرره على هاش فانكشن، بيطلع عندي المسج ديجست، هذا المسج ديجست بعمله كونكاتينيشن مع المسج نفسه وبرسل لك إياه عبر النت. هلا لما الطرف الثاني يستقبله شو بيساوي؟ باخذ المسج من دون مسج ديجست، بمررها على المسج على هاش فانكشن، بطلع منها مسج ديجست، بقارن المسج ديجست مع الكونكاتينيتد مسج ديجست، وعلى اساسه بقرر انه المسج سليمه او مش سليمه. اذا هاي العمليه البروسيجر اللي انا شرحتها الان بنسميها بروتوكول. طبعا في بروتوكولات كثيره. سؤالي للجميع، أول شيء بهذا البروتوكول احنا حققنا المسج انتجريتي، هل في كونفيدنشاليتي ولا لا؟ ممكن حد يجاوبني؟ هل في كونفيدنشاليتي بهذا البروتوكول؟ لا دكتور، ما في انكريبشن. ما في انكريبشن، إذا المسج هي الشيء اللي واقف بالطريق هذا، مثلا نقول إيف عم بسمع شو بصير بيناتهم. بما انه عم بسمع شو بصير بيناتهم معناته ما فيها كونفيدنشاليتي. طيب احنا ممكن يكون ما بديش نتحقق كونفيدنشاليتي، زي فكره ايش السوفت وير بدي انزله، فالسوفت وير موجود بالسايت مش معمول له انكريبشن، انا بدي اخذه زي ما هو وانزله عندي، بس قبل لا انزله عندي بعد ما اعمل له داونلود قبل لا اعمل له انستول بدي اتاكد انه فعلا نفس اللي موجود بالسايت. فاذا كان السايت بيعلن عن المسج ريجست بقارن المسج ديجست مع السايت. بس هنا بهذا المثال احنا حاكين انه السايت شو بيساوي؟ بيبعث لك التكست او بيبعث لك السوفت وير مع المسج ديجست بس مش معلن عنه بالسايت، يعني بهذا الشكل اللي انا راسبه امامي مش يعني مش مبين امامنا انه يعلن عنه بالسايت، انما هو بيتم حسابه قبل الارسال ويتم الحاق المسج ديجست مع المسج وارسالها عبر النتورك، ثم بالطرف التالي بيستقبلها وبتاكد من الانتجريتي. فهل تحققت الانتجريتي؟ انتجريتي تشيكينج، هل تحقق؟ تحقق دكتور. اذا هنا تحققت. طبعا في البدايه اذا بدي انبهكم يعني ممكن نمشي على هذا البروتوكول فتره من الزمن وما يكونش في اي مشكله. شو وظيفه هذا ايه بيساوي؟ وظيفته انه يدور على طريقة كيف يغير من مسار البروتوكول، يغير من اللوجيك تبع البروتوكول. هذه وظيفته، هذا شغل مشاكل. فلنفرض انه ايف وظف عنده مبرمج او موظف سايبر كريمينال، وظفه عنده قال له بدي اياك اي مسج بيصدره بوب فيها sensitive information ممكن احنا نستفيد منها، بدي اياك تعملي تغيير في الداتا. يعني مثلا على سبيل المثال انا بدي اخرب على بوب اجتماعاته، فبوب بعت للموظفين اللي عنده بكره راح يكون في اجتماع على الساعه 9. انا ايف كايف شو بيساوي؟ فبنحاول نلاقي لنا طريقه انه نمنع هذا الاجتماع. كيف نمنعه؟ نقول لهم الاجتماع التغى، او بنقول لهم انه بدل ما يبعث المسج انه الاجتماع على الساعه 9 يبعث المسج انه الاجتماع حيكون على الساعه 10. اذا ايف الان بده يحاول يفكر بثغره بهذا البروتوكول انه يخرب على بوب انه يعقد هذا الاجتماع. فشو توصل؟ وصل ايف للحل التالي.
إيف قدر يحصل على أكسس من بطريقة ما إنه يتم عملية توصيل أي مسج بتوين بوب أند أليس من خلاله، فهو النتورك. هذا اللي النتورك اللي هو إيف شو سوى؟ سوى كالتالي. هنا أخذ المسج هذه واللي هي فيها الاجتماع بكرة على الساعة 9، شو سوى؟ عمل كتب فيها إنه الاجتماع على الساعة 12، غير بمحتوى الاجتماع. طيب شو بدي استفيد من المسج ديجست هذه؟ هذا يختلف عن المسج ديجست هذه، لانه عادة لما اغير ب 1 بايت المحتوى الرسالة راح يختلف معي المسج ديجست. فايف حكى مش فارقة معي انا، هو الشيء اللي راح اسويه بمرر هذه، انا بنتج ما يسمى مسج ديجست خاصة بهذا المسج. هاي مسج ديجست، و عفوا مسج فونكشن، هذه مسج فونكشن اللي هي هاش فونكشن، بدي استخدم نفس الهاش فونكشن اللي بيعلن عنه بوب، فراح يطلع معي مسج ديجست. هذا المسج ديجست بلحقه بهذا المسج، اوكي، واللي فيها محتواها سواء كان غير بحجم المسج، غير بمحتواه، غير بغض النظر، فعمل كونكاتينيشن لهذول الاثنين مع بعض، راح يطلع معاي اللي هو ان المسج ديجست هنا يعمل ريبريزنت لهذا المسج. فهو غير يعني بدل ما كانت مسج ديجست القيمة الأصلية حط مسج ديجست 1 وبعتها لمين؟ لأليس. فأليس مين شو بعتقد؟ بعتقد ان المسج هذه اجت من وين؟ من خلال بوب. فاللي وصلت لأليس مش هذه المسج، انما هذا المسج، هذا اللي وصل لأليس. فهلا أليس كيف بدي يتأكد؟ بدي ياخذ هذه وديها على هاش فانكشن، هيطلع عندي مسج ديجست، هيقارن هذه مع هذه، هيلاقي هم متطابقات، معناته هيصدق انه فعلا الاجتماع يكون على الساعه 10 او 11 بغض النظر شو اللي كتبوا. اذا هذا البروتوكول اكتشف إيف انه بقدر اعمل عليه اختراق من خلال ما يسمى مان ان ذا ميدل اتاك. واضح؟ اذا هذه شغلتهم الكريمنالز، الكريمنالز بيحاولوا انهم يدوروا على اتاك لهذا البروتوكول او للبروتوكول المستخدم. وطبعا اذا اكتشف بوب او اليس انه حصل عليه اتاك، اذا ما ضيفته فيما بعد انه يعدل على هذا البروتوكول بحيث يمنع هذا الاتاك. وضحت؟ واضحة كيف صار الأتاك؟ إذا بدي أجي أقول والله هل تحققت المسج انتجريتي؟ والله بهذا البروتوكول طالما في له اختراق فالمسج انتجريتي تشيكينج مش متحقق. إذا أنت كسايبر سيكيورتي سبيشاليست وظيفتك لما تعرف إنه البروتوكول المستخدم صار عليه أتاك، وظيفتك تكتشف الأتاك، وظيفتك تكتشف كيف انك تسكر هذه الفقره. معي يا طلابي، اوكي. اذا انا بهذا المثال بس بدي اوضح لك انه في عندي شيء اسمه مان ان ذا ميدل اتاك. مان ان ذا ميدل اتاك له اشكال كثير، فهي احد اشكاله. بهذا خلينا نقول بهذا الكورس ممكن يكون ما بدناش احنا نوجد الحلول او نجد الاتاكس كلياتها، بدنا نعرف انواع الاتاكس، نعرف تفسير
لبعض الاتاكس. مثلا هنا راح نتذكر بالكتاب الالكتروني شيء اسمه ديكشنري اتاك. بيهمني انك تعرف شو هذا الديكشنري اتاك. تعال نشوف قبل ان ندخل. طبعا كل بروتوكول بيظهر له اتاك يتم اصدار اسم لهذا الاتاك. وبيهمنا انت كسايبر سايبر سيكيورتي سبيشاليست او سايبر سيكيورتي اكسبرت اللي راح تكون ان شاء الله بالمستقبل، انت سايبر سيكيورتي ستودنت في الوقت الحالي لكن ان شاء الله حتكون اكسبرت. فبهمني انك تمر عليك جميع الاتاكس اللي متعارف عليها بعالم سايبر سيكيورتي حتى انك تقدر تعرف كيف تعمل كوميونيكيشن بين الكوليكس مع بعض. هلا بهذا المثال اللي موجود امامي يورجيك انه كيف ممكن انا استفيد من الهاش فانكشن باني اخزن الباسورد. هلا اي سيستم اوبريتنج سيستم يسمح لك يدخل على النظام يطلب منك يوزر باسورد. هذا اليوزر والباسورد احنا اتفقنا زمان something you know، شيء بيسمح لك تعمل authentication and authorization. authentication تعرف عن نفسك، فكيف بتعرف عن نفسك؟ something you know اللي هي الباسورد. فبتدخل اليوزر نيم والباسورد ومن ثم بتنطلق بدخلك على السيستم. فعملية اليوزر نيم والباسورد ادخالها بنسميها authentication، وعملية اللي يسمح لك السيستم انك تشتغل عليه او تتعامل مع الريسورسز المرتبطة بهذا السيستم يسميها authorization. فالآن الاوبريتنج سيستم اللي انت بتشتغل عليه وين بيخزن اليوزر والباسورد عشان يعمل checking؟ مش لازم يكون في عندي تيبل يحتوي على يوزر وباسورد او فايل يحتوي على يوزر وباسورد. خليني اعطيكم مثال. ايوه في حدا بده يحكي لي شيء؟ احنا نزلتوا انتوا بتذكر الاوبنتو ان شاء الله اني اتذكر وين انا خزنته. لا يكفي هذا الفيرتشوال بوكس. هذا الفيرتشوال بوكس خليني اشغله. طبعا انت تتذكروا الفيرتشوال بوكس شو كان وظيفته؟ هي عباره عن طول تسمح لي اني اشغل عليه فيرتشوال ماشين، وهذا الفيرتشوال ماشين زي كانه جهاز فيزيكال ماشين زي الجهاز اللي بتشتغل عليه، الا انه هذا الفيرتشوال ماشين زي ما اطلق عليه فيرتشوالي يعني بده يكون افتراضي. هذا الفيرتشوال ماشين له اوبريتنج سيستم. هنا الاوبريتنج سيستم اسمه نوع لينكس اسمه اوبنتو. هاي لحظه في عندي يوزر اليس يوزر بوب، اذا بعرف اليوزر باسورد تبعهم بدخل. في عندي يوزر سيسكو هذا الباسورد تبعه اللي هي باس وورد. دخلت على النظام الان هاي اللوجن. اذا تحقق اللوجن بسمح لي السيستم اني ادخل على النظام. بهاي الحالة أعطاني authorization بيعطيني صلاحيات اني اشتغل على النظام حسب الصلاحيات المتاحة لهذا اليوزر اللي اسمه سيسكو. هذا سيسكو مسموح لي اني اشتغل على اسمه virtual terminal على terminal. هاي terminal لو بكتب اوامري مثلا ls اعطيني شو محتويات، وين انا موجود bwd بيعطيني انت موجود جيت وركينج دايركتوري على فولدر اسمه هوم سيسكو. فاذا هذا الديسك توب تبعي السيسكو، هذه زي بالويندوز الديسك توب اي شيء بسويه بسمح لي اني اخزن على ده. غير هيك لما ارجع لورا مثلا سي دي لورا، فانا موجود على الهوم فبيعطيني
اسماء اليوزرز اللي موجود على المحرك. لاحظ انه المفروض في عندي الف وكوب مش لاقيهم، فيمكن يكون السيستم طبعا بهاي الحاله مش معطيني صلاحيات اني اشوفهم. شوف الاس ماينس اي الهيدن مش موجوده، الاس عموما هلا انا اللي بدي اوصله لكم وين مخزن هذا اليوزر والباسورد. معروف باللينكس له مكانه بيكون موجود على اتك فولدر اي تي سي. فاذا رحت على الاي تي سي هذا هذول بسموهم سيستم فايلز. هلا السيستم فايلز هذول ما اسال ايه يعطيني انا شو الصلاحيات اللي عليها. انا بالنسبه لي هنا مثلا خلينا نقول في عندي فولدر على سبيل المثال هذا الفولدر او هذا الفايل، عفوا هذا فولدر اذا نجي هنا تعال هذا فولدر هذا فايل هذا عملية عرض طريقة تشغيل. هلا هنا هذا فايل RMT عبارة عن فايل مين المسؤول عنه اللي هو الروت طبعا هذه صلاحيات. فأنا من ضمن هذا الجزء إنه أنا شو مسموح لي، مسموح لي أعمل ريد. فهذه الثلاثة داشز يعني ريد رايت اكسكيوت، أنا مش مفتوح لي أو مش مسموح لي أعمل رايت ولا اكسكيوت، بس فقط بقدر أعمل ريد. إذا معناته إذا بحاول إني أعمل ديليت لهذا الفايل مش راح يسمح لي السيستم. هي RM RMT RMT Are you sure you want to remove؟ طبعا إذا حكيت لي يس شو بحكي لي؟ Permission denied، إنه أنت مش مسموح لك بكل صلاحية. لكن اللي بدي أوصل لك إياه بهذا الفولدر في اسمه فايل اسمه باسورد الاس باس دبليو دي. هذا الملف اللي هو باس دبليو دي هيو موجود هنا. ايوه اي اعطاني نتيجه الاس، حتى بدي احط الاس ماينس الاي ماينس الاي يعني ليست واول ذا كان هيدن. فاي اعطاني الباس دبليو دي انت الي انا الي صلاحيه بس فقط ريد. الان لو بدي اشوف بما انه ريد بقدر اني افتحه او اشوف في عندي برنامج بيكو. بيكو هو زي النوت باد، بفتح هذا الملف بس دبليو دي هذا الملف. انا بحكي لي انه الروت في عندي يوزر اسمه روت، الباسورد طبعا ما بيظهر لك اياه هنا، في له ملف ثاني بيظهر الباسورد. في عندي ملف مثلا اسمه اللي هو سيسكو وين سيسكو، هاي أليس موجودة، بوب موجود، إيف موجود، إيريك موجود، سيسكو موجود. هذول هم الهوم دايركتوري. هي بيحكي لك الهوم دايركتوري تبعك موجود على سلاش هوم سيسكو. الشيل اللي بتشتغل عليه اسمه باش شيل. الجروب اللي تابع له سيسكو اللي هي. اذا انا زي ما حكينا هذا هو يمثل المعلومات الخاصه بيوزر سيسكو، وهذه المعلومات الخاصه بيوزر سيسكو تحتوي على اليوزر نيم اللي هو سيسكو والجروب يتابع له اللي هي نفس السيسكو هون حاططها. لاحظ هذا اسمه الجروب اليوزر اي دي والجروب اي دي. اذا انا بدي اخذ اذا كان عندي قدره على اني اغير بهذا الملف شو ممكن استفيد؟ مش هتعرف الاتاكر شو ممكن يسوي. لاحظ اليوزر روت له الجروب اي دي 0 واليوزر اي دي 0. طبعا بيهمني انا اذا قدرت اغير يوزري انا سيسكو مثلا قدرت اغيره الى جروب اي دي 0 معناته انا الي نفس صلاحيات الادمنستريتور واللي هو روت. فاذا انا قدرت اغير هذا مثلا هي بس خليتها 0 مثلا بهمنيش انا اليوزر اي دي قديش، بس انه انا الي صلاحيات الجروب على سبيل المثال انه هذا الجروب واحده منهم بتكون الجروب اي دي وواحده منهم اليوزر اي دي.
وجيت حكيت له هنا بدي اعمل سيف، والسيف هي موجود عندي كنترول اكس يعني اكسيت، كنترول او رايت لفايل، فهي كنترول او جيت عملت رايت، يقول لي اوكي فايل نيم رايت، اوكي هل بدك تخزنه باسم باسورد؟ يس خزنه. شو بيعطيني؟ انه البرميشن دينايد، انه ما لك صلاحيات. هذا ما لي صلاحيات، لانه من الاساس الادمنستريتور اللي هو بيكون الاونر او السيستم اللي بيكون الاونر لهذا الفايل ما بيعطي صلاحيات الا فقط للادمنستريتور انه يقدر يغير في محتويات هذا الفايل. لذلك حتى انت تقدر تغير على فايل لازم تحصل اول شيء على صلاحيه ادمنستريتور، بعدين بتغير، بعد ما تغير بتكون انت حصلت على ما يسمى سوبرفايزر ايكوفالنت او ادمنستريتور ايكوفالنت. يعني سيسكو هذه لو قدرت انا اغير الجروب اي دي الى صفر فاذا انا حولته الى ما يسمى بادمنستريتور ايكوفالنت. هلا انا بدي اطلع كنترول اكس، يقول لي do you want to change؟ طبعا اذا قلت له يس راح يرفض، لكن بضطر اني اقول له نو، هي كنترول اكس نو حتى اني اقدر اخرج. اذا هنا هذا الباسورد هي احد الفايلات المهمة، ولكل الفايلات تقريبا اغلب اللي موجودة على الاتيك هنا لازم تكون هذه الفايلات تابعة للسيستم. فالاتيك هذه فالاتيك دايركتوري مش مسموح لليوزر العادي انه يغير على محتوياته، مسموح له انه يقرأ محتوياتها، ممكن المستثمر يمنع هذه الصلاحيه، بس الا انه هذا النظام نظام الاوبريتنج سيستم تبع اللينكس بيتطلب انه يكون في صلاحيات ريد لليوزرز عشان يقدروا يحققوا بعض الفانكشنز. على كل احنا مش موضوعنا، احنا بس فقط انا جبت مثال انه اليوزر والباسورد لهم مكان في السيستم. فاللي انا شفته الان قبل شوي اللي هي الفايلز الخاصه باليوزرز، هنا بهذا المثال او بهذا الشكل بيقول لك في مكان ايضا يخزن فيه الباسورد، مثل اليس شو الباسورد تبعه، بوب شو الباسورد تبعه. هلا لو انا بدي اخزن هذا الفايل على السيستم لنا، في عندك سؤال لنا؟ صباح الخير دكتور. هلا صباح النور حياك الله. بدي اسال الموضوع مش بالدرس، بدي اسال عن 20 علامه اللي ضلوا، على ايش راح يتوزعوا؟ 20 علامه اللي ضلوا، طيب هلا احنا عندنا 30 علامه اخذتوها بالنت، وحصل اتفقنا انه في عندنا وظائف بال 20 علامه، وظيفه حليناها وسلمناها، في وظائف ان شاء الله راح يكون في وظيفه ثانيه خاصه بالفيرتوال ماشين، كيف نعمل او نتعرف على ال خلينا نقول الكوماندز اللي من خلالها بنقدر نعمل اوثورايزيشن، بنقدر نعمل اكاونتينج، بنقدر نعمل ايش كمان راح يكون مطلوب مننا، هاشينج، كيف تقدر تعمل هاش فانكشن، تطلع مسج ديجست، كمان كيف تعمل ديجيتال سيجنتشر، كل هذه راح نمر عليها ان شاء الله. ممكن تكون وظيفه، حيكون في وظيفه ينطلب منكم تجيبوا شهاده من مكان اسمه ادراك، هنعطيكم البروسيجرز وتسووها. طبعا هي ادراك عباره عن ساعه زمن تقرا بتكست وبتعمل امتحان، تقرا الكترونيك بوك، وفي تمارين وفي توتوريالز، الكل راح يقدر يجيب هذه الشهاده. فهذه راح تكون عليها يعني زي ما تحكي انه بس اذا جبت الشهاده تاخذ علامتها. في هيكون وظيفه برزنتيشن، فهذول كلياتهم احنا راح نعملهم من 30 ان شاء الله مش من 20، فراح تكون عندك 30 علامه. ال 30 علامه هذه طبعا هذا الاتفاق المبدئي بينه وبين زملائنا نمشي هذا القرار بالقسم، اتوقع ان القرار هيمشي. فهيكون في عندي وظيفه اولى، وظيفه ثانيه هاند ريتن، وظيفه ادراك، وظيفه برزنتيشن. هاي برزنتيشن بس فقط تعمل برزنتيشن، تصور البرزنتيشن وتعطيني اياها وانا بقيمك على اساسها على موضوع معين راح نتفق عليه، او ممكن يكون مجموعه مواضيع وانت تختار موضوع من بينهم. هلا ليش 30 علامه مش 20؟
لأنه راح نأخذ في نية أنه نأخذ من الفاينل 10 علامات. هذه 10 علامات كأنها جيفن للطالب، يعني هتكون أنت امتحانك فاينل من 40 وليس من 50. بنضيف علامة الوظيفة هاي إلى الفاينل، يعني أنت بتكون عارف مسبقاً قديش أخذت على الوظيفة وقديش ضلنا لك من الفاينل، واللي هي تكون إن شاء الله علامتها من 40. هذا الاتفاق، لكن راح نأكد هذا الإشي قريباً، ممكن يكون خلال هذا الأسبوع. واضح السؤال؟ إن شاء الله أكون جواب. طيب الآن كيف أخزن أنا أو كيف السيستم بيخزن الباسورد؟ الباسورد يخزن مش على شكل تكست، يعني ما بقدر أجي أقول والله بدي أخزنه بالملف مثلا سميته ملف يوزرز، ما بنعرفش انا، او خلينا نقول لك بالوقت الحالي ما بعرف اسم الملف اللي بيخزن فيه الباسورد، فهي موجوده في على السيستم. الان اذا بدي اخزنه كتكست، اليوزرز اذا كان له لوجن على السيستم بيقدر يشوف هذا التكست. يعني لاحظ هنا انت قبل شوي احنا كان قدرت اشوف اليوزر نيمز، يعني أنا مثلاً بدي أقول والله هذا السيستم شو بيحتوي على يوزر نيم، هاي في آي عفوا بلاش في آي سليم بيكو، شو اليوزر نيمز اللي موجودة في هذا السيستم، بيحكي لي إنه في عندك روت، في عندك ديمون، في عندك بن، في عندك ال بي، في عندك بروكسي. إذا أنا شوف طاعة كتكست فايل بقدر أقرأه. فإذا معناته أنا إذا بدي أنا أخزن الباسورد على تكست فايل، معناته بقدر المزارع يعمل فيو للتكست فايل ويعرف شو الباسورد، فإحنا بدنا نمنع هذا الشيء، فاستخدم الهاش فانكشن لمنع حدوث هذا الشيء. فاليوزر لما يعمل كرييت للأكاونت، السيستم شو يساوي؟ بياخذ هذا الباسورد اللي تم إنشاؤه من خلال اليوزر و بيعملوا ستور في منطقة على الداتابيس، بس بيعمل ستور للهاش فاليو، يعني باخذ الباسورد بدخلها على هاش فانكشن، بيطلع مني عندي هاش فاليو، هذا الهاش فاليو يتم تخزينه على السيستم، فاللي بيتخزن على التكست هاش فاليو وليس الباسورد كتكست. ف ستورد الهاش فاليو على السيستم، على سبيل المثال قال لك ممكن يكون نتيجه الهاش فاليو اللي هي القيمه التاليه. هذا اليوزر لما يجي يعمل لوجن شو بيساوي؟ بيدخل باليوزر نيم والباسورد، السيستم شو بيساوي؟ بياخذ الباسورد بدخلها على هاش فانكشن بيطلع الهاش فاليو، بيقارن الهاش فاليو مع الهاش فاليو المخزنه بالسيستم وبيعمل عمليه ايش؟ ماتشينج. اذا عمل ماتشينج بيسمح له يعمل لوجن، اذا ما عملش ماتشينج ما بيسمح له يعمل لوجن. اذا الهدف من هذه عمليه اني استخدم الهاش الهاشنج للباسورد انه ما اخزنش الباسورد في السيستم على شكل تكست. واضح؟ واضح واضح. هلا الفكره الان، طب انا لما خزنته على السيستم ما في مشكلة أنه أصلاً لما أنا أكتب الباسورد عن طريق النتورك ممكن يكون مريح. أنا بهذا المثال أو خلينا نقول بهذا البروتوكول لما عملوا هذا الشيء كان هدفهم أنه أنت لما تيجي تدخل على الأوبنتو على اللوكال ماشين زي هيك، لما أدخل على الأوبنتو على اللوكال ماشين ماشي هاي اللوجن
اوكي حلو، انا عملت لوك اب الان. لما بدي ادخل على السيستم هذا هيكون عمليه الدخول لوكالي، يعني ما فيش نتورك. فاذا هذا السيستم وهذا عمليه الهاشنج للباسورد بهذه الطريقه، البروتوكول هذا بيصبط لما انت بدك تدخل على السيستم لوكالي زي هيك. عشان امنع انه اخزن الباسورد كما هو كتكست فايل على ملف موجود في السيستم اللي بيقدر اليوزر يدور عليه و يعرف شو الباسورد لبقيه اليوزرز. واضح؟ الان في سؤال بيحكي لك في موضوع، انت ممكن تكون اثنين يوزرز لهم نفس الباسورد، يعني صدفه. فاذا انا مثلا على سبيل المثال الباسورد تبعي اسمه اكس واي زد، واليوزر الثاني بالصدفه حتى الباسورد اكس واي زد، فاذا انا دخلت على الملف اللي هاشينج هذا انا بعرف يوزر اكس واي زد، ولقيت الهاش فايل تبعي الفاليو مساوي لهاش فايل ليوزر ثاني، معناته اني عرفت الباسورد تبعه. انا عرفت الباسورد تبعه مره ثانيه. يعني بهذا السيستم افرض ان اليوزر تبعي انا الباسورد اكس واي زد، ورحت فتحت الهاش فاليو الهاش الباسورد ملف الباسورد و شفت انه الهاش فاليو لإلي يساوي قيمه هي مساويه لقيمه يوزر ثاني، فاذا انا عرفت اليوزر الباسورد تبع اليوزر، اذا اليوزر الثاني ممكن انا اعرف الباسورد تبعه اذا فقط تشابه الهاش فاليو، فهذا بدليل انه باسورد زي باسورد. واضح؟ عشان امنع هذا الشيء سووا ما يسمى السولتينج. السولتينج اللي هي عمليه، خلينا نحكي هنا عمليه انه اضيف سولت على الباسورد، يعني بجيب راندوملي جنريتد تكست بجمعه مع الباسورد تبعي وبيطلع هاش فاليو، فاليوزر الثاني بيكون الباسورد تبعه مع راندوم جنريتد تكست بيكون مختلف تماما عن الراندوم جنريتد تكست اللي تم انتاجه لليوزر الاول. فاكيد رح بما انه اختلفوا الانبوت للهاش فانكشن فالهاش فاليو راح تكون مختلفه، وبذلك انت بتمنع عمليه او مشكله ان تو باسوردز هاف ذا سيم فاليو اللي يكون لهم هاف ذا سيم هاش فانكشن او هاش فاليو. إذا كانوا التو باسورد متشابهات لتو يوزرز مختلفين ف الهاش فاليو راح تطلع متشابهة إلا إذا أضفت السولتنج، فالسولتنج بيمنع عملية تشابه تو باسوردز. واضح؟ الفكرة بعملية السولتنج بدك تتبع البروتوكول، بدك تشوف البروتوكول اللي بيشتغل على أساس السولتنج. يعني قبل شوي لما إحنا أنشأنا أو اوكي هذا البروتوكول لازم يتغير في حال وجود السلطة، يعني هون هذا بتكبر بخزن بس فقط الهاش فاليو بناء على الباسورد. هلا اذا معناته في حاله السولتنج لازم انا استخدم ان كل يوزر اعرف شو السولت تبعه والباسورد واجمعهم وادخلهم على هاش فانكشن، اطلع المسج ديجست لإلها وقارن بالمسج ديجست المخزن. اذا بملف الباسورد مش راح يكون بس مخزن عند السيستم، مش راح بس يكون مخزن الباسورد، راح يكون مخزن بطريقه مخفيه السولت تبعه. اذا في مكان ما في ملف ما راح يتخزن، طبعا بقدر انا امنع اليوزر انه يشوف هذا الملف بانه انا اشيل له صلاحيه رايت. اذا في راح يكون في عندي ملف خاص السولت لكل يوزر، هذا الملف المفروض يتخزن في منطقه امنه. اوكي الان السؤال
انا ايش الابلكيشن اللي بتستخدم غير الباسورد غير اللوجن غير الاثورايزيشن؟ شو ممكن بيستخدموا الهاش فاليو او الهاش فانكشن؟ في حكوا انه الاي بي سيك كبروتوكول فيها اوثنتيكيشن فبيستخدم الهاش فانكشن. اذا الاي بي سيك كابلكيشن او كتول بيستخدم الهاش فانكشن في عملية الاوثنتيكيشن. وأيضا في عندي الديجيتال سيرتيفيكيت باستخدام الهاش فانكشن. طبعا راح نشوف احنا لقدام احنا مطلوب مننا بهذا الفصل نتعرف على الديجيتال سيرتيفيكيت والديجيتال ساين كيف انهم بيستخدموا الهاش فانكشن. ف بابليك كي انفراستراكشر هي مصطلح يطلق على البابليك كي سيستم بابليك كي اسيمتريك انكريبشن الجوريثم. الاسيمتريك دائما بنسميه بابليك كي. اذا بابليك كي الجوريثم بابليك كي انفراستراكشر نقدر نحكي انهم نفس المعنى. لما اجي اقول والله السيستم المبني او الانفراستراكشر المبنيه على البابليك كي فاذا هي مبنيه على الاسيمتريك فانكشن او سيمتريك انكريبشن. فاصلا الديجيتال سيرتيفيكيت والديجيتال سيجنتشر مبنيه على البابليك كي انفراستراكشر. اذا مبنيه على الاسيمتريك انكريبشن. هلا when choosing hashing algorithm use انا هون بحكي لك كمثال هو ستاندرد بيستخدم الهاش فانكشن مع ال 256 اند هاير. هذا لا يعني انه انت بالابلكيشنز اذا شفت انت فور بيرفورمنس ايشيو انه والله بدي استخدم ال ام دي 5 انك ما تعملش هذا الشيء. طبعا انا لما بجي احكي على موبايل ابلكيشن او الابلكيشن اللي ممكن تشتغل على الاندرويد هذه البروسيسنج باور لها مش عالي فلذلك هم بيختاروا لها كومبيوتيشن باور تكون مناسبه لهذا السيستم وممكن يكون الام تي 5 مناسبه لها. بس طبعا هنا كريكومنديشن بالسيستمز اللي بتحتاج الى هاي سكيورتي فهم بيستخدموا للاسف شيء 256. هنا بيحكي بهذا التكست انه الهاش او عمليه الاوثنتيكيشن او عمليه انتجريتي تشيكينج ممكن تتعرض للمال ان ذا ميدل اتاك في حاله ان يكون البروتوكول في اتاك. وهذا المثال اخذنا عليه من خلال الرسمه اللي سويناها على البيت اذا تتذكر في بدايه المحاضره. هنا كراكينج هاشز. هلا كيف الواحد ممكن يعمل كراك للهاش يوزر؟ مثلا بدي اعمل اتاك والله بدي اشوف اليوزر ممكن يكون مستخدم الباسورد من 10 حروف. لما تيجي تقول 10 حروف اذا فرضنا ان السيستم فقط بيتعامل مع الحروف بدون ارقام فانه عندي عدد الحروف قد تكون 26 حرف كابيتال او 26 حرف سمول. فاذا بدي اعمل كومباينيشن قديش الاحتمالات اللي من خلال 10 حروف اسوي اي باسورد او اعمل ديكشنري لكل الباسورد. ديكشنري هنا مقصود فيها اني احط كل الاحتمالات. طبعا هي نفسها الديكشنري بتاخذ جزء من كل الاحتمالات لانه في بعض الباسورد بتشعر انه انت مش راح تكون مطبقه. مثل لما اجي اقول والله واحد يحط الباسورد اي بي سي دي اي اف جي اتش اي فيش يوزر بيكتب الباسورد بهذا الشكل لانه من السهل انه يعمل انكشن. فهون بالديكشنري بحطوا احتمالات الباسورد اللي ممكن تكون من البروت فورس. البروت فورس شكل كبير حجم كبير او مساحه كبيره بنختار الاحتمالات اللي ممكن اليوزر فعلا يحط هذه الباسورد فبتكون حجمها اقل فهذه بنسميها ديكشنري. هلا شو كم عدد الاحتمالات لو بدي احط كل الاحتمالات كلياتها من 10 حروف بدك تيجي تقول بكل بساطة 10 أس 52 لأنه ممكن أما هذا طبعا كل الاحتمالات 10 أس 52 كل الاحتمالات هو رقم كبير. هلا بالديكشنري راح يكون حجمها أقل
شو بيساوي هذا المحترم اللي هو الاتاكر؟ بيحط الاحتمالات للباسورد المكون من 10 حروف وبيحط بهاي الحالة الهاش فانكشن لكل واحد. وبعدين بروح بدور بالسيستم بشوف هل الهاش فانكشن اللي موجود بالفايل اللي مخزن هذه الباسورد كهاش فاليو بشوفها هل هي موجودة بالدكشنري ولا لا. إذا موجودة بالدكشنري فأعرف شو الباسورد لهذا اليوزر. وضحت؟ فالدكشنري هنا بحط كل احتمالات الباسورد وكل احتمالات الهاش فانكشن هاش فاليو. فالهاش فاليو بقارنها مع الهاش فاليو الموجودة في ملف الباسورد، وإذا لقيته فمعناته أنا عرفت شو الباسورد. لذلك هم بدهم يمنعوا هذا الاشي، عملية الكراكينج باستخدام الدكشنري بسموها دكشنري أبدات، من خلال ما يسمى السولتينج. من خلال ما يسمى السولتينج بقدر أمنع الدكشنري أبدات. إذن هذه أحد الطرق لعملية منع الدكشنري أبدات. وبهمني تعرف شو الدكشنري أبدات. Dictionary attack is a file contains common words, phrases, or passwords. وبيحسب بهذا الدكشنري الكورسبوندينج هاشش، وهذه الهاشش بتمثل الباسورد. هلا لما انت تحط صوت على الباسورد بتمنع هذا الدكشنري attack من يشتغل، لانه هون بهالحالة حطيت randomly generated text ادمجته مع الباسورد، وهذا الراندوم جنريتد تكست مش معروف بالنسبه للاتاكر ومش راح يقدر يعمل بروت فورس. لانه لو بده يجرب يعمل بروت فورس راح ياخذ منه وقت طويل، لانه اصلا مش معروف قديش حجم الصوت. ممكن يكون الصوت مكون من 20 حرف 100 حرف اكثر من هيك. That depends on the system. فالبروت فورس مش راح يكون يشتغل بشكل سليم. حتى الديكشنري اتاك اللي هو بيكون بيرفورمانس دايره اعلى مش راح يشتغل بشكل سليم. اذا هنا هذا المقصود في عمليه اني امنع الديكشنري اتاك. وشو المقصود بالديكشنري اتاك؟ اوكي طيب، احنا تقريبا خلص الوقت المتاح لنا، بس بدنا نشوف ايش اللي انا بيهمني انه نكمل المحاضرة. هاي خلصت هنا. هنا حكي عن السولتينج و كيف بتتم عملية السولتينج. في شيء اسمه لوك اب تيبل، ريفرس لوك اب تيبل، انا شرحته من امبارح بالمحاضرة امس، فبتمنى تمروا عليها. كمان يعني احنا بنقول محاضرة الطلاب الساعة 11 هي مكملة لمحاضرة الطلاب الساعة 9:30، فبإمكانك إنك ترجع للشغلات اللي أنا بلاحقش أشرحها هنا، ترجع لمحاضرة أمس بتكون شرحتها، أو محاضرة الساعة 9:30 بكون أنا مريت في ديتيلز، وعلى العكس صحيح بالنسبة لهم. فإحنا نتوقف هنا، فبتذكروني بكرة إن شاء الله أو يوم من الأحد أو يوم الاثنين عفوا، إنه إذا في أي شيء ناقص عندكم هنا، هذا البروتوكول كيف بعمل ستورنج باسورد بالنسبة للسولتينج، كيف عمل فاليدينج للباسورد بالنسبة للسولتينج. فرجاء إذا في عندكم أي شيء ناقص بدكم توضيح أكثر نرجع نحكي عنه. الأتشماك أيضا غطيتها، أيضا هذا الأتشماك بتعطيك two services authentication و كمان انتجريتي تشيكينج. بس خلينا اذكر بس شغله اخيره احكيها، الماك هذه اسمها هاش فاليو. لما تطلع من الهاش فانكشن اسمها هاش فاليو او مسج ديجيتس. هلا ممكن يكون اسمها ماك فقط في حاله ان يكون مسج اوثنتيكيشن كود، طبعا في حاله يكون ان استخدم سيكريت كي او استخدم انكريبشن كي. بغض النظر استخدم انكريبشن كي، ممكن انا بالاسيمتريك استخدمه، فهذا بنسميه مسج اوثنتيكيشن كود. اذا في حاله انكريبشن، في حاله اني استخدم سيكريت كي مع البلين تكست قبل ادخله على الهاش فانكشن، هي بنسميها مسج اوثنتيكيشن كود. والسبب بذلك انه السيكريت كي معروف بس فقط بين السندر والريسيفر،
فالسندر والريسيفر هم اللي بيقدروا يستخدموهم، فهذا بيعطيك اوثنتيكيشن انه هذه المسج صدرت من السندر وقراها الريسيفر، لان هم الوحيدين اللي السندر هو اللي بيقدر يستخدمها والريسيفر هو اللي بيقدر يقراها، والعكس صحيح، الريسيفر بعد شوي بده يصير سندر والسندر راح يصير ريسيفر، فاذا هذه اوثنتيكيشن بين الاثنين. فلذلك اطلق على هذا المسج ديجست في حال استخدام سيكريت كي مسج اوثنتيكيشن كود. إذن هذا ما بهمني انك تعرفه، وبتمنى ترجع للسلايدات وترجع للمحاضرة امس، وفي حالة اي نقص ترجع تسألني عنه وبشرح لك اياه ان شاء الله في الحصة القادمة. ابلكيشن الاتماك ايضا شرحته بالامس، وممكن اعيد تذكير فيها يوم الاثنين القادم. طبعا يوم الاحد راح يكون في تسجيل ناخذ عن الديجيتال سيجنتشر. الله يعطيكم الف عافية واسف على التأخير. في اي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية.